فعندي ايه؟ عندي الويكه بصل، وعندي ثوم، عندي فلفلايه حاره لو تواجدت، قرن فلفل يعني، عصير ليمون، عندي طماطم متقطعه مكعبات من غير قش، وعندي كمون وملح وفلفل وكزبره جافه، وعندي لحمه مسلوقه وشوربه لحمه. هنقول تاني الويكه عندي فيها ايه؟ انا عندي بصل، وعندي ثوم، وعندي طماطم متقطعه مكعبات، وعندي كمون وملح وفلفل وعصير ليمون وقرن فلفل لو موجود، وعندي طبعا كزبره جافه وثوم ولحمه مسلوقه وشوربه لحمه. انا يعني ايه عايزه اعملها بشكل بسيط، مش عايزه اعملها حاجه يعني صعبه يعني علينا، لكن انا هعملها بالطريقه دي. طبعا كل واحد ليه طريقته في الحاجه اللي ممكن يكون بيحبها بس بيعملها بطريقه تانية، بس انا هعملها باسهل الطرق. خليني كده احط ايه معلقه زيت او سمنه اللي انتوا حابينه، هشوح البصلايه فين اهي، ادي الثوم، الفلفلايه الحره، هاخد كده معلقه خشب، بسم الله. انا سلقت اللحمه بالطريقه التقليديه جدا، حطيت مع اللحمه دي حبهان وحطيت معاها بصلايه، وحطيت معاها ورقتين لورا، وحطيت كام فص حبهان، وممكن يبقى عود قرفه، عايز تحط طماطمايه. اسلق اللحمه بالطريقه التقليديه وبنكهه الشوربه اللي انتوا تفضلوها وتحبوها. وبعدين خدت اللحمه حطيتها في جنب، وعلى فكره هي الوصفه ممكن تتعمل من غير لحمه، يعني تعمل على مرق عادي يعني مفيش مشكله، بس انا اقصد ايه ان لما بيبقى في الصعيد تقريبا هم بيعملوها بيضيفوا ضيوفهم يعني بيعملوها باللحم. طيب لينا هنا كده تشويحه، وهاخد شوف بس هنا كده في ثوم تاني، هاخد كده الثوم هنا، ثوم مفروم، شوح كده، رشه من الملح، رشه من الفلفل خفيفه، انكه بس ريحه البصل، احنا الباميه بقى اهم حاجه نغسلها قبل ما نقشرها ولا نيجي جنبها، يعني ما ينفعش ان انا اقشر الباميه وبعدين اروح اغسلها، ما ينفعش ان الماده اللزجه دي هتضايقكم جدا وهتبوظ الوصفه، يعني هتيجي تطلعوها في الحله مش هتبقوا حابين تاكلوها خالص. فانا بغسل الباميه كويس جدا واشطفها كويس تحت الميه الجاريه تمام، وبعدين اسيبها تتصفى، وبعدين ابدا اقمعها اللي هي الطريقه اللي هي بشيل القشره اللي فوق دي، وبعدين ابدا اخدها شرايح كده رفيعه جنب بعض زي اللي انا عاملاها هنا كده، قطعتها كده. والطريقه الثانيه اللي هي المجففه، واحنا برده عايزين نبقى نعمل الملوخيه الناشفه ونعمل الويكه الناشفه، قطعناها شرايح كده ايه رفيعه كده، وبعدين هبدا احط بقى ايه، ادي فلفلايه حاره اللي هي قرن فلفل، هنزل الباميه، ممكن احط الشوربه الاول بعدين انزل الباميه، بس انا هنزلها الاول وبعدين هحط عليها الليمون. اقول لكم بقى هعملها ايه، التكنيك هنا مختلف شويه بس ان شاء الله تطلع لطيفه. هديها تشويحه كده، وبعدين عندي عصير ليمون اهو، بسم الله كده معاها، عندي طماطمايه مكعبات، انا مش عايزه اضيف لها صلصه طماطم خالص، هحط بس كده معاها مكعب المرق، وبعدين هصب الميه. انا عندي اللحمه مسلوقه بس الشوربه استخدمتها في حاجه تانية، احنا قلنا بقى هناخد الحاجات المتبقيه، وارد ان انا في البيت ما يبقاش عندي الشوربه او اللحمه دي اتبقى عندي كام حته من حاجه مسلوقه، ممكن قوي اعملها حتى من غير لحمه خالص عادي جدا. هي كوصفه الحقيقه حلوه جدا. هضيف بقى ميه سخنه عشان انا حطيت هنا المرق، بسم الله، هسيبها تغلي، ها
هنعملها بقى طشه جميله من الثوم والكزبره كمان.